حياكم مجددا مشاهدينا، ورجعنا واخيرا مع موضوع جدا مميز. حنتحدث عن المناسبات العديده التي تحدث هنا وهناك، سواء تسويقيه، ثقافيه او فنيه او توعويه. ايضا في شيء اسمه بروتوكول. ايش هو البروتوكول وايش التشريفات؟ هذا اللي اليوم حنعرفه من خلال حلقتنا اللي مميزه اكيد بحضور سيده الاعمال السعوديه غاده غزاوي، نائب رئيس لجنه العلاقات العامه في غرفه جده، واللي قدمت ورشه عمل في هذا الموضوع بالتحديد. يا هلا وسهلا فيك استاذه غاده. يا هلا وسهلا فيكم. انا جدا سعيده بوجودك معنا لليوم، والموضوع جدا مهم، وفي كثير من الناس اول حاجه لما يقولوا بروتوكول يعني اتيكيت، يعني ما هم عارفين. فانت قدمتي ورشه جدا مهمه، لانه بنشوف كثير فعاليات بس ما بنعرف نقول اذا هذه الفعاليه حلوه كانت طالعه بشكل مشرف من تشريفات، او البروتوكول اللي كان المفروض يكون موجود هل هو موجود. وانت لك خبره وباع في هذا الموضوع. أول شيء شكرا على استضافتكم واهتمامكم بالمواضيع هذه اللي أنا أعتبرها مهمة في المجتمع حقنا كثير. طبعا فكرة الورشة كانت أنه إحنا نقدم نبذة بسيطة عن البروتوكول والتشريفات. البروتوكول نفسه هو عالم كبير جدا يعني، وهو علم في حد ذاته. إحنا حاولنا أن إحنا نقدم رؤوس الأقلام للبروتوكول اللي ممكن تفيد أي شخص في حياته اليومية، أو أي شخص في مجال العلاقات العامة وتنظيم المناسبات، أو أي شخص ممكن يكون له سفريات كثيرة يروح يحضر مؤتمرات أو يمثل البلد في محافل مختلفة يعني. فهذه كان إجمالي يعني مختصر. هتقولي لي إيش هو البروتوكول؟ هقول لك البروتوكول هي أصول وأنظمة الناس تتبعها أو البلدان تتبعها، في قوانين معينة الناس تتبعها. البروتوكول يختلف عن الاتيكيت، يختلف عن البرستيج، وهذه الرسالة اللي كنا بنحاول نوصل لها للمجتمع. البروتوكول احنا لما بنحضر فعاليات مثلا تسويقيه او حتى توعويه، يعني ممكن يكون موضوع مهم على المراه او يعني او خلافه، لما بندخل بيكون في اسس معينه نبغى نعرفها، نبغى نشوفها. مرات تكون موجوده، مرات تكون غير موجوده، والاكثر غير موجوده. ايش هي اسس البروتوكول استاذه غاده؟ طبعا لكل مقام مقال، على حسب ايش هي المناسبه اللي انت بتحضريها. سواء كان يعني في مناسبات معينه تكون رسميه او لها طابع رسمي دبلوماسي، صحيح، فهذه لها قواعد وبروتوكول معينه لازم تتبع، ولازم نشرحها بطريقه معينه، فهذه تاخذ وقت مره طويل اني انا اشرحها. احنا بنحاول نختصر المواضيع، بس انه والمناسبات التجاريه ايضا لها انواع معينه، بس حنقول مثلا المناسبات التجاريه والاجتماعيه اقرب شويه، بس في قواعد معينه. يعني مثلا اهم حاجه اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي الالتزام بالوقت. لما تجيكي دعوه تلتزمي بالوقت، يقول لك مثلا 5:30 يعني 5:30، مو فاشنبلي ليت تجيني الساعة 6. هذه لا طبعا، هذه صارت موضة. نعم، هذه ما هي موضة أبدا، هذه ضد البروتوكول تماما. صحيح، هذه واحدة من الأشياء، لأنه اللي قائمين على الحفلة أو المناسبة بيعتمدوا على الحضور في برنامج معين وسايكل معين الناس بتمشي عليه. فطبعا الالتزام بالوقت هذه من الأشياء المهمة من أسس القواعد. طبعا التزامًا باشياء كثيره طبعا على حسب الحقيقه. صح، اول حاجه خلينا نقول كيف كان الصدى في ورشه العمل اللي حصل، وكان في الغرفه التجاريه، يعني كيف لقيتي رده فعل الشخصيات او الافراد اللي كانوا متواجدين؟ الحمد لله انا لقيت الناس متفاعله كثير في نفس الورشه. في ناس كثير كانت فاهمه، يعني لقيت كميه من الناس فاهمه وتفاعلت وتجاوب معي وساعدتني في نفس الورشه يعني. صحيح، انا انبسطت كثير يعني. انا احس استاذه غاده انه مرات لما نقول بروتوكول في ناس معينه لانها عارفه ايش هو البروتوكول يجروا يروحوا يشوفوا فين في جده يعني، ويروحوا يشوفوه، لكن في ناس كثير ما تعرف ايش هو البروتوكول اصلا. نعم نعم، لقيتي احد جاء ما هو عارف ايش البروتوكول؟ في ناس، اي في ناس ما كانت عارفه البروتوكول. في ناس بتخلط الامور بين البروتوكول والاتيكيت. يعني البروتوكول هي طبعا اتفاقيه، وصارت تمت الاتفاقيه هذه في من زمان يعني، تبينا وقواعد معينه تتبعها الدول العالم كلها. والاتيكيت شيء ثاني، فالناس تخلط ما بين البروتوكول والاتيكيت، يفتكروا انه البروتوكول هو انه انا كيف اكل، كيف اشيل السكينه والشوكه، ومتى اقوم من على الكرسي. لا، هذا اختلاف تماما يعني.
البروتوكول انه هي مثلا استقبال الدول، رفع الاعلام، المصافحه، بالزبط. استقبال الرئيس، مراسم معينه يعني تتبعها في، وطبعا نخش في التشريفات او المراسم الان. صحيح. اسمها بدل التشريفات اسمها المراسم. في اشياء ثانيه يعني، هذه عالم ثاني مختلف. خلينا بما انه جبنا طاري انه في كثير ناس ما تعرف عن البروتوكول، خلينا نشوف بعض الاراء والناس اذا كانت تعرف البروتوكول او نعم. لا. هذا الفيديو ايوه لازم نعم. نشوفه، خلينا نشوفه مشاهدينا ونرجع ونكمل حوارنا مع الاستاذه غاده غزاوي. والله ما اعرف شيء عن البروتوكول. الاحترام يعني. البروتوكول هذا انظمه تسير عليها المجتمعات الله اعلم. في اي مجال؟ في جميع المجالات التالية، الأنشطة يعني الاجتماعية، حتى في الأكل في بروتوكول يقول لك معين في الأكل، هذا اللي أعرفه عن البروتوكول، عن المشياء لل يعني النظام. لا والله ما عندي فكرة أبدا نهائيا. بروتوكول في كل شيء، في النظام، في السياسة، في كل محل، هذا اللي أعرف على البروتوكول. لك مثلا سيستم معين، أشياء معينة ماشية، بروتوكول معين، دبلوماسية معينة، هذا اللي أنا أعرفه على البروتوكول. لا والله هي عادات متكررة بيصير كل فترة وفترة، سواء بشكل يومي بشكل أسبوع، فنقول على العادة المتكررة هذا بروتوكول، لأنه ما تغير لا يمين ولا يسار، ما نحاد لا يمين ولا يسار، هذا توقعي. في بروتوكول سياسي، في بروتوكول في الأكل، في بروتوكول في التعامل مع الآخرين. حضرتك تقصد أي نوع من البروتوكول؟ مثلا عادة عائلية انه يكون العشاء حق العائلة بعد المغرب في العادة، في كل يوم، فيقول هذول العائلة بروتوكولهم العشاء حقهم بعد المغرب. والله ما عندي فكرة عن الموضوع. البروتوكول اللي هو النظام يعني، زي بروتوكول في شركة، بروتوكول في منظمة، زي كذا يعني تقريبا. هلا البروتوكول هو نظام لازم الشخص يعني يتبعه في بعض الأحيان حسب الموقع اللي هو فيه. هلا مثلا اذا كنت في العمل، في بروتوكول خاص بالعمل يعني، مثل واجبات او كيف بدي لك اساسيات تماما يعني، هي حتى يعني هي البروتوكول كمان بتاثر على يعني بتبين شخصيه الشخص يعني، اذا كان مثلا يعني كيف بدي لك البروتوكول. ايش البروتوكول؟ البروتوكول الداخل انه زي برستيج وشي زي كذا؟ لا ما أوتي. كله كلام فاضي. هو مين البروتوكول استاذة غادة؟ يعني من جد انا حبيت انه واضح مع نفسه، قال لك هو مين؟ ما اعرف. نبغى نعرف اهم الاخطاء واهم النصائح برضو اللي ممكن نستفيد منها استاذة غادة. طيب خلينا نقول مثلا نقاط معينه مهمه يتبعوها الناس في الايفنتس او في المناسبات اللي ممكن يحضروها. بالنسبه للايفنتس دائما تجينا الدعوات، لما ترسل دعوه اذا كنت انت الداعي او بتدعي، لما ترسل الدعوه لازم الدعوه تروح قبل، اذا كانت دعوه رسميه لازم قبل 15 يوم على الاقل، مينيمم 7 ايام، هذا بروتوكوليا. صحيح. لازم لما توصلك دعوه بيجيك تأكيد الحضور. ترى يا جماعة الخير ضروري جدا تأكد الحضور، كل ما أكدت الحضور كل ما حيكون الاهتمام فيك أكبر، وهذه نظرية. إحنا بنهتم دائما نأكد الحضور لما يكون جهة رسمية زي سفارة. صحيح. طب نكمل الباقي، لأنه بروتوكوليا جميل جدا أنك أنت تأكد الحضور، هذه نقطة. لما تيجي تسلم على ضيف رسمي لا تعطل اللي وراك ولا اللي قدامك، يعني لا اللي قدامك يجي يعني ماشي، بس انه لما توقف تسلم وتمشي، واذا عندك شيء تبى تقوله للضيف تقوله بعدين. من هذا من اصول البروتوكول. نقطه مهمه ثانيه نقولها، لما تحضر حفله او مناسبه رسميه ضروري جدا انه جوالك يكون مقفل او على سايلنت، لانه صحيح. جدا ضد اصول البروتوكول انه جوالك يرن او تمسك جوالك وانت قاعد على المائده أو في محفل رسمي. صحيح. أو في إيفنت رسمي وأحد قاعد بيتكلم، الصوت العالي أو الحديث أو الضحك بصوت عالي أثناء أحد بيتكلم أو في وجود مناسبة رسمية، هذا جدا ضد البروتوكول أكيد طبعا. أكيد. أنا بعطي رؤوس الأقلام اللي هي عامة مو الأشياء الرسمية جدا. الشيء اللي جدا يعتبر سيء أنك أنت لما تروح تعرف أو رحت لشخص تبي تسلم عليه أو شيء زي كده تقول له عفوا أنت سلمت عليه ما عرفتني، هذا أسوأ شيء ممكن تسويه. أسوأ سؤال ممكن تسأل، لأنك ممكن أنت كده بتحرجه. نعم،
فانت من اصول البروتوكول انك انت لما تسلم على احد دائما تسلم عليه بثقه، يعني مو تشد عليه يعني نكسر، لا بصوره بحماس اكثر يعني بتعبير انه ثانك يو يعني يا تسلم عليه وتعرف بنفسك بثقه دائما، حتى لو شخص تعرفه او ممكن يكون مو عارفك او نسيك. بشكل سريع استاذه غاده، اللجنه حترجع تعيد هذا المشروع مره ثانيه او في اشياء جديده حنشوفها باذن الله؟ اللجنه طبعا هي تعتبر جديده، اللجنه صار لها دحين سنتين برئاسه الدكتور هشام العمودي، واحنا عندهم رؤيه مع زملائي ان شاء الله ان احنا نحول هذه من قطاع خدمه الى صناعي اكثر، وانه نثقف المجتمع ايش هي العلاقات العامه، ايش وجهه العلاقات العامه، وكيف احنا نقدر نحسن صوره العلاقات العامه، وكيف تقدر تفيد اي شخص بالزبط. في المجتمع بالزبط. بصوره عامه، وهذه اشياء الله. فعلا حتفيدنا احنا كمان ثقافيه توعويه يعني، والبروتوكول موجود كمان في ديننا لو احنا نعم. هو الاساس عليه. على صحيح. فكره هو الاساس، وهذا شيء يعني في طباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. شكرا لك استاذه غاده غزاوي، نائب رئيس لجنه الغرفه العلاقات العامه في الغرفه التجاريه، ومكملين فقراتنا لليوم لسيدتي، تابعونا. صباح الخير يا أبي، صباح الخير يا أمي، تصبح على خير. مرحبا شباب، هلا بالبنات، السلام عليكم. وعليكم السلام، أعتذر، العفو، لطفا، شكرا، أبشر يا عزيزي أبشر. الله 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 الله، الله على جمال، الله على لغتنا العربية. حملة سيدتي لتعزيز لغتنا العربية في حياتنا وبيوتنا. أحب لغتي العربية. في سيدتي بعد الفاصل، في الإمارات كلية تعلم البنات الطهي وأسس التربية.